لدى استقبال سموه للسفير الروسي لدى المملكة نواها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور المتعاظم لجمهورية روسيا الاتحادية ومكانتها العالمية المتنامية اقتصاديا وسياسيا وفي حفظ الأمن والاستقرار العالمي، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر ليضبية صباح اليوم لسعادة السيد ماجيف كارييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين دائمة التطلع للمزيد من التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، معربا سموه عن الارتياح لقوة ومتانة العلاقات البحرينية الروسية وما تشهده من نمو مستمر في كافة المجالات، موجها سموه شكره وتقديره للسفير الروسي لدى المملكة على جهوده الطيبة في تعزيز التعاون بين البلدين، متمنيا سموه له كل التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام. وأبلغه سموه بنقل تحياته لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وتمنيات سموه لفخامته وللحكومة الروسية كل التوفيق والنجاح. من جهته أشاد السفير الروسي لدى المملكة بما توليه مملكة البحرين وما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، منوها بما وجده من دعم حكومي سهل مهام عمله في المملكة.